المباراة قبل بدايتها منتصر، يعني لازم اجتهاد لو أردت الفوز بالمباريات. هذا محمد ونجام، ونجام ضربة جزاء، ضربة جزاء في الدقيقة 7 من المباراة، ضربة جزاء والحكم يقول بطاقة صفراء يشيرها، أكليدو يشهر البطاقة الصفراء وضربة جزاء للوداد في 7 دقائق الأولى. ما كانش يظن المدرب خوان بيدرو مينالي أنه سيتلقى خبر كهذا في 7 دقائق الأولى من هذه المباراة أمام الوداد. قلت لكم قبل انطلاق المباراة لم يكن عندك ثنائي من قبل محمد ونجام وإسماعيل الحداد، لازم أنك تتعامل بحذر مع الأخطاء. هنا إعادة مرة أخرى لكرة أكليدو، محمد ونجام، هنا الحكم شاف أنه كانت هناك ضربة جزاء في الكرة الماضية. أكليدو ورط نفسه، ورط شباب الدفاع الحسيمي في ضربة جزاء أمام محمد ونجام. سرعة محمد ونجام تورط شباب الريف الحسيمي في ضربة جزاء في الدقائق الأولى من هذه المباراة. فرصة سانحة هي الأولى لتسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. الوداد يمر للسرعة القصوى في الجولات الأخيرة من البطولة الوطنية، يبحث عن التعامل مع انصاف الفرص التي ستتاح له لكي يقطع أشواطا كثيرة للتتويج بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم. كرة من محمد النيري، محمد النيري اللي قلت لكم أنه عنده نسب عالية في التوفيق، نسب توفيق عالية في الأشهر القليلة الماضية، ومن يتكفل بتسديد ضربة جزاء في الدقيقة 8 من المباراة. واحد صفر، واحد صفر نتيجة المباراة في حدود الدقيقة 8. الوداد يتقدم في النتيجة بهدف لصفر أمام شباب الريف الحسيمي، تصبح النتيجة 1-0. الوداد الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في وقت صعب من المباراة أمام شباب الريف الحسيمي الذي كان يبحث عن تعامل بحذر مع مباراة ملغومة اليوم أمام الوداد. ياسين بوسليم الذي أعلن عن ضربة جزاء شاف هو على أنها كان ضربة جزاء سليمة في الدقيقة 8 من هذه المباراة. ضغط رهيب للمباراة سوبر مغربي هذه المرة 100% بين الوداد والمنتصر والفائز بلقب كأس الكونفدرالية نهضة البركانية وحسنية أكادير. شوف المرة الأولى سوبر مغربي 100%، مشات كرة ودادية في منطقة الجزاء مبعدة من دفاع شباب الريف الحسيمي. تتويج بالألقاب يرتفع مستوى البطولة الوطنية، تكون عندنا نوادي متواجدة الذي سيغيب بدوره إلى غير نهاية الموسم من اللاعبين الممتازين في المنتخبات الوطنية وفي الفريق الوطني. هذه كرة ممتازة، وليد الكارتي، الكارتي لنجام، ونجام كان بالإمكان وأنه يكون أفضل مما كان في الكرة الماضية. محمد ونجام كانت عنده خيارات أفضل، حاول وأنه يلعب الكرة بذكاء في الزاوية البعيدة. هنا افتحشني شوية أكثر، كان بإمكانه أنه يسجل الهدف الثاني في هذه المباراة بلمسة من وليد، بلمسة من المبدع وليد، وليد الكارتي. وما أدراك ما وليد، وليد انتظر لأشهر وسنوات كثير. أشعر بمرارة كبيرة وكبيرة جدا بالغياب عن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. جيل كان بإمكانه أنه يقطع أشواط مهمة، جيل كان بإمكانه كان بإمكاننا أننا نستثمر بطريقة أفضل بكثير مما تابعنا ومما رأينا من تواضع أمام الكونغو الديمقراطية. إسماعيل الحداد في تنفيذ الخطأ للوداد، تسلل مرة أخرى، تسلل مرة أخرى محمد نير هذا المرة، وما كل مرة تسلم الجرة. وشباب ريف الحسيمي في الكرة الثابتة، فوزي البنزرتي يبتسم ويدفع هذه الابتسامة أيضا. فوزي البنزرتي رجل قسيم وجه هذا الشيخ، شيخ المدربين على المستوى الإفريقي. وشباب ريف الحسيمي يضغط أكبر تمثيلية من اللاعبين بحثا عن هدف. شباب ريف الحسيمي آمن بأنه لو تراجع للوراء سيدفع الثمن غاليا، وبالتالي يخرج ليلعب كرة قدم يشيدها شباب ريف الحسيمي. بالنظر اللاعبين اللي توفر عليهم، عنده طاقات مبدعة، عنده لاعبين إمكانهم أنه يسجلوا هدف في مباراة اليوم لو تعاملوا بذكاء مع الفرص التي ستتاح لهم. كرة للشباب،
الملعب، لكن التغطية يحيى شبران، تحول من جديد للوداد، بابا توندي الحكم يقول واصل اللعب يا أخي، ما كاينش خطأ يا أخي. مشات كرة من الطرف الأيمن، كرة تسدد لأحمد رضا التكناوتي، أول تسديدة تجاه المرمى، أول تسديدة مؤطرة في هذه المباراة، تسديدة في يد الحارس أحمد رضا التكناوتي. لكرة القدم الوطنية تمنح ربما قامات باسقة تحمي بظلالها الوارفة الكرة القدم الوطنية. كرة من عماد في منطقة الجزاء، وتدخل الشيخ، كرة تسدد من جديد، ممتازة هذه، كان بالإمكان أن يكون هدف، كان بالإمكان يسد وأن يكون هدف تعادل لشباب الريف الحسيمي. الشباب كاد أن يقتنص الهدف في حدود دقيقة 35، مشت كرة أقرب لعدنان العاصمي، النجاعة الهجومية وغاب التوفيق في الكرة الماضية. كرة من عبد اللطيف نصير، اسماعيل الحداد، الحداد مشب كورتو، عبد اللطيف نصير وكان بالامكان ان يكون هدف، كان بالامكان ان يكون هدف. وليد الكارتي وصل متاخر شيئا ما في الكرة الماضية، غير لكان في وضع افضل لتسجيل هدف ثاني في هذه المواجهة. وليد الكارتي الذي سقطت امامه الابواب في يوم من الايام بنادي اولمبيك خريبكا، لم تمنحها الفرصه كامله للتعبير على امكانياته، بل هناك من تطاول على موهبه اللاعب وقال له انت لا تصلح لممارسه كره القدم باللغه العاميه، انت لاعب الفوطة باللغه الكويريه، لكن اليوم يصبح واحد من النجوم في البطوله الوطنيه وفي كره القدم الوطنيه، قسيم من الحكام الشباب في البطوله الوطنيه، الوجوه الجميلة والفلتات الجميلة في التعكيم المغربي، فتح المجال وفسح المجال أمام عدد من الوجوه الشابة. مع الخطأ ومع كثرة الأخطاء ربما قد يكتسبون تجربة تفيد كرة القدم الوطنية والتعكيم المغربي. صبروا عليهم شوية، مشات كرة في منطقة الجزاء، كرة بالراس بعيدة عن مرمى أحمد رضا التكناوتي. عماد يلعب كورتو، تصطدم بالقائم ربما في الكرة الماضية وتتحول بعيدا عن مرمى أحمد رضا التكناوتي. عماد أمغار، كرة عماد أمغار تصطدم بالعارضة وتبتعد عن مرمى الحارس أحمد رضا التكناوتي. لآلات موسيقية شيء جميل، كن مخطئا استخدام أيضا الساكسوفون في إبداعاتهم وفي تشجيعاتهم، شيء جميل جدا. هذه كرة في منطقة الجزاء، تدخل عدنان العاصمي يتدخل لإبعاد الخطورة، متسلل في الكرة الماضية صلاح الدين السعيد في منطقة الجزاء، بإمكانية بابا توندي، يرقص بابا توندي احتفالا بالهدف الثاني، يرقص بابا توندي ويتفاعل مع آلاف المناصرين في هذه المباراة، وهو يسجل هدف يساوي ذهبا يزن ذهبا، وفرحة، أي فرحة وسعادة، وأي سعادة لآلاف الحناجر التي تؤمن بقدرة الوداد هذه السنة على تحطيم كل الأرقام القياسية، التي تؤمن بقدرة فوز البنزرتي. وصلاح الدين السعيدي قام بعمل كبير، إسماعيل الحداد لصلاح الدين السعيدي، شيخ لاعبي الوداد صلاح الدين المبدع للنيجيري بابا توندي ميشيل، بابا توندي يا بابا توندي، يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في هذه المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. هدف صعيب على شباب الريف الحسيمي، واللي جاء في التوالي الأخير من الجولة الأولى من هذه المباراة، تصبح النتيجة 2-0 الوداد في القمة، في الريادة، في الصدارة. أشرف الذي ينضاف إلى قائمة للأبرز اللاعبين الممارسين في دورية الخارجية، هذه كرة من إسماعيل الحداد، الحداد الحداد الحداد، والكرة ضربت زاوية، شوت كرة لشباب الريف الحسيمي، هذه كرة الفكري، فكري الواحد وفكري، هذه إمكانية شباب الريف الحسيمي، سيبت كورتو، مشات فقط الحارس رضا التكناوتي، واحدة من إسماعيل الحداد يلعب كورتو للطرف الأيسر، نايري نايري الحداد، الحداد الذي يبحث عن المراوغة، ينتظر الدعم، ينتظر السند، ميشيل بابا توندي، إسماعيل هدف يدار
هدف يدرس في أكاديميات كرة القدم، هدف يدرس بالمسطرة والقلم يا عم. الوداد يتمكن من تسجيل واحد من أجمل أهداف وليسنا، كرة مخدومة، كرة بحرفية عالية، كرة علقوا عليها بما يتناسب من الكلمات وما يتناسب من العبارات، لأنه كان هدف جميل وجميل جدا. الختم ويختم محمد نجم، هنا الإعادة يا سادة بلمسة للنايري، إسماعيل الحداد المراوغة في مكانه في زمانه ومكانه، بلمسة هذا المر واحد اثنين بابا تندي بالمسطرة العباله، وضعها من جديد بقلم جميل، بقلم مبدع يدون محمد نجم هدف ثالث في هذه المباراة. تصبح النتيجة يا سادة يا كرام 3-0 المسجل هذا المرة محمد نجم. نايري اسماعيل الحدادي، محمد مشى، محمد مشى، النايري مشى، النايري الواحد، النايري بابا توندي، كانت لمسة يد اختلطت الأوراق هذه المرة ما بين الأيادي والأرجل. بابا توندي أضعت هدفا رابعا للوداد في هذه المباراة، لتظل النتيجة على حالها 3-0 للوداد أمام شمو مريف الحسيمي. 52 دقيقة مضت من هذه المباراة. هنا ضربت عليه شوية، حاول يحصرها بيديه، بالتالي حكم كان مضطر للإعلان هذا الفرصة. اسماعيل الحداد، الحداد 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 يقوم بأشياء رائعة في هذه المباراة. اسماعيل الحداد، الحداد المبدع، 1-2 وليد الكارتي. الوداد يقدم مباراة رائعة اليوم من الناحية الهجومية، وليد الكارتي. اتجاه اسماعيل الحداد، الحداد 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 الحداد، هذه لمسه بابا يا بابا، تودي سجل هدف رابع في المباراه. كارثي امام خط هجومي رهيب، امام خط هجومي كبير بزاف اليوم، يقوده النيجيري ميشيل بابا توندي. واللوحه، وهي لوحه في المدرجات، اللوحة تكتسي لونا أحمر في مدرجات الأبجيب، وجماهير الوداد واثقة الخطى تمشي وراء ناديها، مؤمنة بأن النادي قد اقترب كثيرا من التتويج بلقب البطولة الوطنية. إسماعيل، قطار إسماعيل الحداد ينطلق من جديد، قطار الفائق، السرعة والكرة ودادية، وتدخل هذا المرة العدنان العاصمي الذي يبعد الخطر على مرمى شباب ريف الحسيمي الذي لم يعد يتحمل المزيد من الضربات تحت الحزام اليوم. كرة من يحيى جبران، يحيى الإسماعيل، التركيز كثير على الجهة اليسرى، هذا محمد النايري، محمد النايري مشى بكرة، محمد يبحث عن كرة عرضية، محمد النايري ينتظر الدعم، ينتظر السند. إسماعيل الحداد، الحداد الحداد الموهوب، الحداد الحداد، وتدخل عدنان العاصمي، هربت عليها رسميا اللاعب الليبيري لمصلحة ميشيل بابا توندي اللي كان أفضل منه. إصابة أوكوتشوكو خلت الفرصة تمنح لميشيل بابا توندي الذي استحق هذه الفرصة. لكرة لشباب ريف الحسيمي من الطرف الأيمن، كرة للشباب مبعدة للوداد، تتحول من جديد من قدم محمد النايري مع شباب ريف الحسيمي. دفاع شباب ريف الحسيمي، يلا استيقظوا شيئا ما وابحثوا عن هدف في هذه المباراة، لأنه عندكم لتقولوه في مباراة اليوم ولتحققوه في مباراة اليوم. كرة لإسماعيل، وليد الكارتي يسجل الهدف الخامس في هذه المباراة. وليد يوقع على الشهادة الخامس، يختم بالخامس في هذه المباراة. الوداد متفوق 5-0 أمام شباب ريف الحسيمي، خماسية بالتمام والكمال أمام فريق لم يبدي أي ردة فعل في مباراة اليوم. شباب ريف الحسيمي، شباب ريف الحسيمي كان يستحق أن يظهر بصورة أفضل في هذه المباراة، لكن أمام الوداد الأمر يبدو صعبا اليوم، أمام فريق متكامل الأوصاف، أمام فريق قادر على تسجيل أهداف كثيرة في مباراة اليوم، والصورة تعبر على ما يعاني لاعب شباب ريف الحسيمي. هنا تسديدة من محمد النايري، هنا لاحظوا معي الاستسلام الكبير للاعب شباب ريف الحسيمي. إسماعيل الحداد لوحده في صورة مستفزة لدفاع شباب ريف الحسيمي، ما تفاعلوش مع لاعب لوحده في منطقة الجزاء، وهو الهدف الخامس. تصبح النتيجة 5-0، الوداد في القمة. ويليام جبور نجم المنتخب الليبي،
الغفولي مكان الناجي او الناجي مكان الغفولي. هذه كره شباب ريف الحسيمي بالراس وتدخل احمد رضا، كانت واحدة من أفضل المحاولات، والانطلاقة من جديد محمد نجام الذي يتحول إلى جالس إسرائيلي يحشو إسماعيل حداد. مشاو نجام ونجام هرب ونجام مشاو نجام الواحد ونجام ينتظر الدعم ونجام في منطقة الجزاء اتجاه ويليام تيبور، لكن التغطية من دفاع شباب ريف الحسيمي مسألة حسابات فقط. ضربة خطأ ودادية، ضربة خطأ للحمراء في الدقيقة 70 من المباراة. محمد نجم في تنفيذ الخطأ، كرة لعبت منطقة الجزاء ممتازة جدا. يا سلام، كان بالإمكان وأنه يكون هدف سادس، كرة متقونة مرة أخرى لعبت بشكل راقي. محمد نجم لعبها بطريقة رائعة، وليد الكرتي في الأسيست والتسديد وتدخل عدنان العاصمي. ضربة زاوية وصعود تمثيلية مهمة من لاعبي الوداد في منطقة الجزاء، كرة في منطقة الجزاء بالراس والهدف، لكن قبل منها كانت إشارة من الحكم، هدف مرفوض والثالث في مباراة اليوم للوداد. انطلق النايري لوحده، النايري كرة في منطقة الجزاء، لكن سبق للكرة عدنان العاصمي من تسجيل هدف أول للشباب في مباراة اليوم. فكري سدد كورتو وبينغو الوحده في منطقة الجزاء يتمكن من تسجيل الهدف الأول للشباب ريف الحسيمي. تصبح النتيجة 5-1. وضع كورتو بهدوء في مرمى الحارس أحمد رضا التكناوتي، صحوة متأخرة ربما لنادي شباب ريف الحسيمي. مارتين رقم 10، واحد من الأسماء الجيدة في البطولة الوطنية، هذا اللاعب الإسباني. شباب ريف الحسيمي، كرة للشباب، ينتظر الدعم السند الإدريسي، فين هو الدعم وفين هو السند؟ تدخل دفاع الوداد والكرة في التماس، كرة مشات للوداد من أشرف داري، ما كانش تسلل تماما، كرة ودادية وتدخل عدنان العاصمي. العاصمي يتدخل هذه المرة ويسد ويرد، كرة وليد الكرتي تضيع فرصة الهدف السادس في المباراة. والحكم الرابع لمباراة اليوم بين الوداد وشباب ريف الحسيمي. هذه الانطلاقة، زوير مترجي يبحث عن كرة، تأخر شوية ويليام جيبور، كانت انطلاقة ممتازة زوير مترجي، هذا مينتي غزوي ينتظر الدعم، مين بلمسة ويلم سادي كرة المحمد النايري، لكن بعيدا. الوداد يضيع فرص سهلة في الدقائق الأخيرة من المباراة الماضية. أن الإعادة لكرة ويكرة يحيى جمران الذي كان يبحث عن نصيبه من حصة التهديف. تدخل عدنان العاص، أصبحوا بدلاء في مباراة من أسوأ مباريات النادي. هذه كرة ويليام جيبور يبحث عن زوير، ويليام تعطل لمن تغزوي في النهاية. دفاع شباب ريف الحسيمي لبعض الخطورة، ويليام جيبور، كأننا وضعنا لاعب آخر مكان ويليام المبدع. ويليام الهدف ما بقيناش نشوفوه تماما، معطل ديما وتقيل بزاف. كرة للوداد، يحيى جبران ينتظر الدعم، جبران بلمسة، جبران لمحمد النايري، سدد كورتو بعيد على مرمى عدنان العاصمي، لكن فكرة كانت ممتازة جدا في الكورسيمي اللي في أمس الحاجة ربما لشيء ما يخليه يرجع من جديد في أجواء الدوري. زوير يا زوير المترجي، والهدف السادس، دسة هدف اليوم والهدف السادس للبديل زوير المترجي. مترجي سجل الهدف السادس في هذه المباراة. الوداد يعود ويضرب بقوة في مباراة اليوم ويسجل هدف سادس. تصبح النتيجة يا سادة يا كرام 6 أهداف مقابل هدف وحيد للوداد أمام شباب ريف الحسيمي. نتيجة قاسية على شباب ريف الحسيمي أمام فريق ممكن اعتباره أقوى فريق في الدوري. شباب ريف الحسيمي الذي انهزم بسداسية في بداية البطولة الوطنية أمام الرجاء بالمركب الرياضي محمد الخامس، يعود هذه المرة للبيضاء لينهزم بسداسية أيضا أمام الوداد الرياضي. النتيجة 6-1 ولا زال في شعبة الوداد.